كابتن سعيد عبد العزيز. طبعا انت هتميل للكوره وهتقول لي فرقه الكوره لان ده اللي انت شايفه في العالمين. بالعكس لا والله انا 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 يعني عشان انا الحمد لله قعدت فتره كبيره في اسكندريه، كابتن سيد طبعا 5 سنين مواسم في الاتحاد يعني، ما شاء الله. فانا شايف ان الحمد لله نادي الاتحاد طبعا في استقرار تام من زمان يعني، حتى في الانتخابات بتاعتنا ما كانتش بتاخد وقت يا كابتن سيد. نادي سموحه انا بس اتمنى منكم ما تدخلوش الاتحاد. لا يعني احنا بس بنتكلم في لا بس كان الناس ما نشوشرش على الناس. حاضر. يعني نادي الاتحاد والحاج محمد مصلحي ده انا بقول ايه، ده عمده اسكندريه. ايوه العمده بتاع اسكندريه محمد مصلحي. يعجبني الكلام ده قوي. لا بص لما يكون عندك عمده وكبير ما تدخلهوش في مشاكل. صحيح. الكبير قاعد بيتفرج والعمده على كرسي متمكن من ادواته. تمام. فسيب العمده وسيب الزعيم وسيب سيد البلد وخلينا في العك اللي احنا داخلين عليه. لا اللي انا شايفه باختصار يعني عشان طبعا احنا ماليش في الحاجات بتاع الانتخابات والحاجات دي، لكن نادي سموحه طول عمره نادي اجتماعي ونادي اجتماعي كبير. احنا عرفنا سموحه بالحاج فرج عامر، يعني عرفنا سموحه وعرفنا نادي سموحه بالامكانيات باللعيبه اللي كانت بتيجي الافارقه. كانت الفرقه كانت قويه جدا يا كابتن احمد سمير. كابتن سيد الفرقه كانت قويه جدا في البدايات. انا شايف ان اقرب عشان الوقت الزمني قليل، اقرب حاجه يعني تقريبا بالنظام والشكل والاحترام اللي باين بين الرؤساء الثلاثه، شايف ان يبقى في مناظره. ده اللي انت شايفه؟ ده اللي انا شايفه. يبقى في مناظره والله بجد مناظره، وانا شايف بالشكل الجميل ده مش هيبقى في مشاكل تقريبا يعني. انا ماليش دعوه بالقضايا والحاجات الثانيه دي. عموما بص عايز اقول لك على حاجه، الناس بدات تبعت لي من نادي سموحه عشان بس احنا وقتنا ضيق في الموضوع بتاع نادي سموحه، ولكن برضه حد 03 وحايل 04173 بعتذر لاعضاء نادي سموحه اللي بعتين عايزين يعملوا مداخلات تليفونيه، ولكن ممكن استقبل رسائل على 03 وحايل 04173 على الواتساب على مدار الحلقه، لان هيبقى في حلقه خاصه عن نادي سموحه لان عندنا برضه حق باقي الانديه.